صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يكون السجود للسهو إذا شك في الصلاة؟ هل يكون قبل السلام أم بعده؟ السجود للشك يكون بعد السلام، وإن سجد السجود كله قبل السلام جاز، وإن سجده كله بعد السلام جاز، إنما الخلاف في الأفضلية. فما كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران للصلاة، وما كان عن شك أو زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما جاء في الحديث، وليس عن نقص في الصلاة. نعم.